هنا وقف التاريخ لحظة كاتبا بماء من ذهب، إنجاز جديد للكرة الإماراتية من بوابة نادي العين الإماراتي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية منذ انطلاقتها في عام 2000. وبدأ الزعيم العيناوي مشواره في البطولة بعد فوزه على نادي ويلغلتون النيوزلندي بعد الرومونتادا التاريخية، وفي المباراة الثانية انتصر العيناوي على نادي الترجي التونسي ممثل القارة الأفريقية في هذه البطولة. وفي نصف النهائي كان الاختبار الحقيقي كما وصفه البعض، وهو مقابلة أحد أرقى الأندية وأفضلها على مستوى العالم، وهو نادي ريفر بليد الأرجنتيني. وبالفعل كان الزعيم على الموعد كما عودنا في كثير من المناسبات، حيث استطاع أبطال القلعة العيناوية من حيز مقعد للمباراة النهائية بعد الفوز على النادي الأرجنتيني بركلات الترجيح. وفي نهائي الحلم خسر الزعيم العيناوي المباراة أمام بطل قارة أوروبا النادي الملكي ريال مدريد. وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أنه فاز بقلوب الجميع لما قدمه من أداء مشرف تفتخر به قارة آسيا والكرة العربية على وجه الخصوص.